بديت هذا العمل، بديت في المجال الابداعي، بديت كشاعر اولا، بديت كتابه الشعر، ثم من كتابه الشعر انتقلنا للقصه القصيره، ومن القصه القصيره انتقلنا للروايه. بقيت كنمزج ما بين كتابه القصه القصيره والروايه، واخيرا انتهيت الان بكتابه السيناريو. طبعا كتابه السيناريو هي اشبه بالكتابه ديال المسرح، لكن مختلفه عليها لانها اكثر تقنيه من كتابة المسرحية. فيها مجهود، فيها طاقة إبداعية أكثر، وفيها تركيز أكثر، وفيها موائمة ومواكبة للتغيرات التي عرفها المجتمع، لأننا بدون مواكبة للتغيرات التي يعيشها المجتمع ما يمكنش أن نعطوا إنتاجات إبداعية مناسبة لكتلائم الذوق المغربي. في 2016 تلاقيت مع واحد شخص بلا ما نذكر الاسم ديالو، اللي كيرجع الفضل انه دخلت لهذا المجال هذا، وعلى يده تعلمت بزاف الاشياء، وبقيت تدريجيا كنتعلم لانني دخيل جديد على هذا المجال هذا، ما يمكنش لي ندعي بانني اعرف كل شيء، لكن ظليت من 2016 الى 2018 وانا تنتعلم، تنقرا للسيناريو، تنقرا تقنيه الكتابه، تنقرا اشياء، وبديت كنوظف كل ما اكتسبته من مهارات كتابه القصه، كتابه الروايه، في كتابه السيناريو. لان السيناريو بحال كتشوف واحد العمل، كتشوفه قدام عينيك، ولكن كتكتبه في الوراق، ماشي بحال اللي كتكتب روايه يمكن لك تعوم كما بغيتي الى اخره. في السيناريو انت مقيد بحيز زمني مكاني وبالوقت، مهم الوقت لان تايمين. الفيلم مثلا في 90 دقيقه، خاصك تفكر بمنطق ديال 90 دقيقه. 30 حلقه ديال المسلسل، كل حلقه فيها 30 دقيقه، خاصك تفكر بمنطق ديال 30 دقيقه. كاين القيود ديال الديكور، قيود ديال الاحداث، وقيود ديال الزمن اللي كتفرض عليك الكتابه بطريقه اخرى. يعني من 2017 الان انا ما ندعيش بانني تعلمت كل شيء، ولكن تعلمت بزاف ديال الاشياء، واستطيع الان، اصبحت كتابه السيناريو بالنسبه لي مهنه، يمكنني ان اجلس لساعات ثم اكتب عادي. انا اتعامل مع الشركات، كاين الان اللي في المغرب ما عندناش قنوات خاصه، يعني القنوات اللي ممكن الواحد انه يدوز فيها الاعمال ديالو هي ثلاثه اللي كاينين، القناه الاولى هو القناه الامازيغيه، مع العلم بان القناه الامازيغيه فيها ثلاث روافد، السوسيه والاطلسيه والريفيه، يعني تيختاروا مثلا مسلسل، تيختاروا ثلاثه المسلسلات، فيلم، تيختاروا ثلاثه الافلام، هذا هو الميزه ديالها. ثانيا ان عندنا في المغرب حنا كنعتمدوا على ما يسمى بطلبات العروض، فانت كتعمل مع شركه، كيقول مثلا انا باغي نشارك في هذه طلبات العروض ديال القناه الاولى، كتعطي اعمال تختار منها، تقول لك انا غنشارك في الطلبات ديال العروض ديال القناه الامازيغيه، كتعطي اعمال كيشارك بها. انا اكتب باللغه العربيه، كنبقى نكتب باللغه العربيه، فين غادي يختار هو الشركه، فين غادي تدوز هذا الشيء، هذا تيبقى على حسب الشركه المنتجه، الشركه اللي هي خدات من عندي العمل وغتدفعو، ماشي انا اللي كنختار فين العمل ديالي، تنتهي في اللحظه فاش الشركه كتدفع عمل، كتدفعه في طلب عروض معين وكيتقبل، ديك الساعه كتبدا خدمه اخرى. في الاول العمل راه تيكون جاهز، ولكن ملي تيتقبل المخرج ديك الساعه كتولي عنده رؤيه ديالو، اللي تيجلس معاك الارض، كتجلس مع الارض كما درت مع السي ابراهيم الشكيري في اخر الاعمال ديالي، ودرت مع مخرجين اخرين، تنجلس الارض وكنقراو عاوتاني الاعمال من العمل من الاول حتى الاخر ديالو، الملاحظات ديالو كتخاد مع الاعتبار، وكدير التعديلات بناء على الملاحظات ديال المخرج، لان العمل باش يكون مزيان تيكون فيه تكامل ما بين المخرج وكاتب السيناريو. انا ما تنعرفش كل شيء، هو عنده عمل جاهز وعنده رؤيه، بالتالي كيوقع التكامل بيناتهم باش تنجح
كينجح واحد العمل. الفترة ديال التصوير راه انت كتكون معاه اولا كما كندير مع الناس بحال كما درت مع السي ابراهيم، كان هو غيصور في نواحي ديال مراكش، انا ما يمكنش لي ننتقل تما، درنا جلسه عمل كاع داكشي اللي غادي الملاحظات اللي غيداروا قالهم لي مسبقا وناقشناها على طابلو ودخلناها، بمعنى انه ملي بدا العمل كان عنده عمل كامل متكامل، ولكن ملي كتكون عندك ثقه في المخرج اللي غيدير العمل راه هو تيدير تعديلات دي موديفيكاسيون ديال هذا المكان بعد المكان هذا لا سيني قسم النووي يزيد فيها، ديك الساعه تيكون هو هذه الاضافات هي اضافات مكمله للعمل. كاين مساله اخرى ان احيانا كتجلس مع مخرج كتتفق حتى وياه على فكره كتناقشها معاه، عنده رؤيه ديالو عنده تصور ديالو تيساعدك حتى في عمليه الكتابه، هنا تتكون العمليه من البدايه ديالها عمل فريق. هذا العمل ديال الفريق هو اللي تينجح، ماشي العمل الفردي الاناني، لان قد ما خرجتي من الانانيه ديالك ومن انك انت بوحدك اللي عارف انك بالتالي كتخدم مع مخرج كتخدم مع فريق، هنا تينجح العمل. واكيد انكم غتشوفوا العمل الاخير ديال سيد الظلام مع السي ابراهيم الشكري، غتشوفوا كيف اننا الشركه المنتجه استطاعت انها تصيب للتلفزه فيلم بالمعايير ديال السينما. المنتج اللي كيعطي العمل اهميه وقيمه وتيحاول انه يعني يستثمر فيه، ماشي فقط الربح، يستثمر حتى في الانتاج، لان السمعه ديالو راه كتلعب دور هنا. وكاين بعض المنتجين سامحهم الله اللي تيفكر في منطق الربح اكثر مما تيفكر في الاستثمار في العمل. المنتج من في الاول قبل ما يشارك في طلبات العروض راه كيوصلوه اعمال ديالي اعمال ديالك اعمال ديال الاخر اعمال ديال الاخر، وكيختار منهم عمل اللي تيقدموه في طلبات العروض. طبعا هو راه كيدير الميزانيه ديالو، كيدير الميزانيه وتيعرف شنو دابح شنو يخاسر، وكاين اللي كيضحي ببعض الجوانب الفنيه باش يوفر واحد الجوانب ماديه. مع ان انا هذا المجال بالضبط لا يمكنني ان اقول عنه شيئا، انا نخاف عاوتاني ان نقول شي حاجه اللي انا لا علم لي بها وبالتالي تكون معطيات خاطئه، ولكن اللي كناكد لك ان الحمد لله اغلب الناس اللي خدمت معهم كانوا في المستوى يعني ما داروش لم يبخلوا في الامكانيات من اجل انجاح العمل، وخاصه المنتج ديال سيده الظلام اللي وفر جميع الامكانيات الماديه من اجل اعطاء هذا العمل ديالو بوعد راقي بوعد مستوى راقي. خدمت مع سيبو عروات وكذلك خدمت مع ورده خدمت مع سبيكتوب، يعني شركات اللي هي عندها وزن ديالها. ايماج فاكتوري حتى هي شركه عندها وزن ديالها وعندها قيمتها، يعني بحال هاد الشركات ما كتبخلش بالامكانيات الماديه من اجل نجاح العمل. اي عمل راه فيه رساله، يقول لك شي واحد بانه تيكتب من اجل الفرجه، الفرجه من اجل الفرجه، هذا اسمح لي هذا اللي هادشي اللي كيخلي الكتابه ديالنا تطيح تفاهة. اي عمل ينبغي ان يكون حاملا لرساله، ماشي يكون حامل لرساله اذا خصك انت عارف داك هنا اش بغيت تقول، اشنو بغيت نعاود للمغاربه، علاش بغيت ندوي لهم، واش نرجع للتراث ونبقى نجيب لهم حكايات يضحكوا علي يضحكوا فقط من اجل الضحك، او نجيب التراث من اجل اعطاء او فالوريزي من اجل اعطاء قيمه مضافه للتاريخ ديالنا. متفقين اذا كان هذا الشيء غادي يمجد الماضي ديالنا ومجد التاريخ ديالنا ومجد الهويه ديالنا ونقدموا صوره ايجابيه
من المشاهد المغربي والعربي والعالمي متفقين، أي عمل يخلو من رسالة فهو عمل ماشي نقول لك ما يكونش اكتافي ولكنه خارج السياق. غادي تجي تقول لي شنو هو المعيار اللي خلاني نقول هذا الشيء؟ نقول لك بأنه في مجال الرواية، الروايات العالمية اللي نجحت وبقات خالدة هي الروايات اللي كانت كتحمل رسالة. من أجل إيصال هذه الرسالة خصك تعرف مع من كدوي. واحد فئة معينة خاصها خطاب معين، كل فئة خاصها خطاب ديالها. الخطاب ينبغي مراعاة المتلقي قبل المرسل فيه. المتلقي هو الذي الموضوع ديال العمل خصو يكون هو هذاك المتلقي بالاهتمامات ديالو بالمشاغل ديالو وفي نفس الوقت بالقضايا اللي كتهمه. واش مثلا مغربي تيعاني من الهشاشه وكيعاني من كذا وانت كتدوي لي على الفانتيزي ما عندها حتى شي معنى. ينبغي ان يكون العمل مواكبا لاهتمامات ومشاغل المغاربه، وبالتالي خصو يكون حامل هذه الرسالات. كاين رسائل مختلفة سياسية اقتصادية فكرية دينية، عطى الله الرسائل، ولكن ما تكونش فيها خطاب مباشر لأننا لا نعمل، نحن لسنا في موقف خطابي قدر ما نحن ننتج عمل فني، والعمل الفني هو الذي يوصل الرسالة بطريقة فنية. قصة تقع في قرية، زوجة رجل فقيه يعني غادي يحبها واحد المشعوذ وغيدير ما امكن باش انه يستميلها، ما غاتبغيش ليه غير تسبب في وفاة ديال الزوج ديالها، ورغم ذلك غترفضه لان هنا المرأة حنا بغينا نعطيو المرأة اللي متشبتة بالقيم ديالها ومتشبتة بالأصالة والأصول ديالها. رفضته، رفضت انها تبيع ليه راسه، فتسبب لها في واحد اللعنة، اللعنة انها كتحول الى وحش بسوق الظلام. ترى الا جيتو تشوفوا راها قريبه من الاساطير العالميه اللي حنا عطيناها بعد مغربي واستطعنا اننا نخرجوا منها قصه زوينه ذات بعد اخلاقي. عمل زوين، انا ما يمكنش لي نقول خلا الاستاذ محمد زنجاف الله يرحمه النهار اللي كتبغي واحد العمل وكتعتبر بانه وصلتي فيه الكمال كتكون انتهيتي. انا بالنسبه لي هذا عمل، هذه مرحله، يعني ننتقلوا في المره المقبله لاعمال اخرى. انا جربت الكوميديا قناة الأمازيغية، في قناة الأولى، قناة الأولى نهار مبروك ونص نص، في القناة الأولى مفتش قاسم، جربت أفلام بوليسية أو أعمال بوليسية في القناة الأمازيغية، جربت الدراما الاجتماعية، وجربت الرعب مع إبراهيم شكير يعني بالضبط في القناة الأمازيغية، هذا العمل الثاني ديال الرعب. إنما هنا هذا كيمتاز بواحد إبداع آخر، أنا نخليكم تشوفوه أنتم ما تحموا عليه في رمضان ان شاء الله. اشكرك استاذ محمد، شكرا جزيلا، ميرسي بوك، توفيق للعمل ديالك، العمل القادم ان شاء الله. ان شاء الله، ميرسي بوك.